تحطون كل المقادير مرة واحدة. نحط الحليب، بسم الله. تحطون المقادير كلها وبعدين تشغلون النار. اوكي، عندنا الكستر، بسم الله. زين، عندنا هي الزعفران اختياري، ممكن ما تضيفونه، ممكن مي ورد ومي زهر، طبعا اخر شيء بنحطه. وتحطون السكر على حسب اللي تفضلونه، اوكي؟ بس بحط لكم المقادير بالضبط. السكر اختياري على حسب الكمية اللي عندكم، بعدين احركها. اوكي، تبي تخلطين؟ ان شاء الله. الحين نشغل الحرارة. يا حياتي لي هالساعة يا عمري. استوى عندي ولازم يكون قوامه بهذا القوام، يكون سائل، ما يكون وايد متماسك. شوفوا كيف طعمه فظيع، جربوا على طريقتي، وايد حلوة وسهلة.